الآن حنشوف نفس الخطوات اللي عملناها في الويندوز باور شيل حنعملها على الـ IDE اللي اسمه Visual Studio Code، أحد الثلاثة IDE ذكرناه. فهنا كيف حشوف كيف أعمل رن للفلاتر دكتور، أختبر البرامج حقتي إنها موجودة، وأيضا كيف أنشئ مشروع جديد وكيف أشغل أو أعمل رن للمشروع. بجي على القائمة View في كوماند باليت، ممكن أصليها بكنترول مع شيفت مع بي. تدخل النافذة دي بلقى فيها الخيارات كلها بتاعت الفلاتر، اللي هي لو كتبت فلاتر عندي فلاتر رن اللي هي فلاتر دكتور، هشغل الفلاتر دكتور من داخل الفيجوال ستوديو كود، وبتظهر النتيجة تحت أسفل هنا اللي هو الآن فلاتر دكتور ماينس في. لو كبرت الشاشة بتاعت الأوتبوت بلاحظ إنه هنا اداني إنه الفلاتر موجودة، أوكي عليها صح بكل محتويات الفلاتر فيرجن والفريم ويرك والإنجن. بعدها برضو الانتليجيدي عليها صح إنها موجودة، مسطول فيجوال ستوديو كود اوكي صحيح. هنا بلقى في علامة تعجب قدام الكونكتد ديفايس، معناه هنا نو ديفايسز افيلبل، هو ما شايف اي ديفايس الان فلاتر دكتور. دي كيف نعمل فلاتر دكتور. الان لو عايز انشي مشروع جديد هناك في استخدمت فلاتر كرييت، هنا بجي برضو للكوماند باليت وبختار او بكتب فلاتر كلمة فلاتر، بعدها اللي هي دي فلاتر نيو بروجكت، واكتب اسم البروجكت هنا مثلا اب 01 مثلا في فيجوال ستوديو كود اب 01 اسمي كده، واعمل كليك على انتر. لما نعمل كليك على انتر بيسألني وين عايز تنشئ المشروع ده، مثلا اختار اي فولدر، بعمل فولدر جديد على المحل البيضاء، اعمل رايت كليك الماوس اختار نيو وبعد كلمة اختار فولدر واكتب اسم الفولدر اللي عايز اخزن فيه المشروع ده. بعد ما انشأته بعمل عليه كليك واختار سيلكت ذا فولدر. الآن الفولدر اللي عملته ده حينشئ الفلاتر فيه المشروع، الآن هنا على اليمين أسفل فلاتر كرييت، وبلاحظ هنا برضو الأوتبوت، بلاحظ كل المجلدات اللي أنشأها هناك في الويندوز باور شيل نفس الطريقة، بينشئ الملفات هنا، وعلى اليسار هنا بتظهر ملفات المشروع اللي هي ايديا اندرويد اي او اس ليب تيست وملفات دوت، دي كلها ملفات بتاعت كونفيجريشن وملفات بيحتاجها الفلاتر ونحن ايضا بنحتاجها. زي ما ذكرنا بيهمنا فولدر واحد ليب فيه ملف واحد اسمه مين دوت دارت، ده البرنامج الرئيسي اللي هيشتغل. الان بعد ما انشئ المشروع لو عايز انفذ المشروع بمشي لديباج واعمل ستارت ديباجين، هيبدا يشتغل، هيسالني عايز تنفذ وين الايموليتر ولا ننشئ ايموليتر جديد، بقوم اعمل كليك على الايموليتر بتاعي الموجود، فحيقوم اول خطوة يعملها هنا تحت على اليمين بيعمل لانش لانشينج ايموليتر، وتحت هنا الرسالة ظاهرة waiting for اسم الايموليتر to connect، انا منتظر انه الايموليتر يشتغل واعمل connect معه. الان waiting فور ايموليتر ظهر هنا، فتح معايا الايموليتر، هذا الايموليتر الان اشتغل معانا. منتظرين يفتح الايموليتر، الان حصلناش لكن لسه الكونتين بتاعت الايموليتر ما ظهرت، المفروض تظهر، الان بدأت تظهر الكونتين، بيعمل لودينج للكونتين بتاعته الايموليتر،
طبعا لازم تكون متصل بالنت عشان تشغل الحاجات دي. still waiting للإيميليتر بيعمل لودينج. في مشكلة هنا في out to launch الإيميليتر. launching الإيميليتر للسابع من اللانش الإيميليتر. ياخذ احيانا وقت حسب السرعة. connected الآن بقى الآن اشتغل الإيميليتر. وعمل لودينج. بلاحظ انه الداتا بتاعت التاريخ والزمن وكل الداتا موجودة هنا في الإيميليتر. عمل تاني عمل ستارت باجن. الدارت عن فلتر ممكن اختار برضو run without debugging. تظهر الرسالة انه هنا بيعمل launching المين دوت دارت ل on the emulator. في الاميليتر تظهر هنا running cradle task دي شغالة عشان تعمل شنو تنفذ البرنامج فيه. لما تيجي تظهر في الاميليتر تشغل البرنامج تشتغل في الاميليتر. ملاحظ هنا ده الكود حقي بتاع المين دوت دارت. العلامات دي اللي هي كومنتس زي السي او جافا سلاش سلاش لاين كومنت دي كلها كومنتس. ممكن اعمل لها ديليت كما دايره. احنا بنشوف اسمها رانينج دي برضو كومنتس كلها كومنت. ملاحظ ان البرنامج ما كبير يعني ده البرنامج حق المين دوت دارت ده برضه كومنت. لسه شغال راني كريدل تاسك احيانا ياخذ وقت. دي برضه كومنت ممكن احذفها عشان تقلل الكود. لسه راني كريدل تاسك
ويندوز ديباج. فدي كلها كومنت داخل البرنامج حقي. دي كلها كومنت. على اليسار هنا هذا الكونتينس بتاعت البروجيكتس الفولدرز والملفات بتاعته. رانينج ولسه الايميليتر ما ظهرت عليه حاجة لانه لسه رانينج. الحتة دي رانينج كريدل تاسك. دي بعض الملفات حقت المشروع. انها public specification public specification وفيه مواصفات description عن البروجكت اللي هو new project flutter new project. بدينا المواصفات حقتك موجودة هنا في الملف ده في الـ Public Specification. منها الـ Version تحت الـ Project والـ Environment والـ Dependencies SDK Flutter. Developer dependencies اللي هي Flutter test لسه running gradle dot task. فدي specifications تحت المشروع حقي موجودة في الملف public space dot yaml readme. ده ملف مرتبط بالجيت تستخدم الجيت تستفيد من الملف ده. الميتا ضد داتا والباكجز لاستخدام الفلاتر الان شغال لسه بعد ما عمل لانشنج الان بيعمل. أيوة هيبدأ يشتغل. السرعة تأثر على سرعة التنفيذ، سرعة الإنترنت، سرعة الجهاز، كله بأثر على تنفيذ البرنامج. دائما يفضل عندك تكون عندك إنترنت سريعة لما تكون شغال على الفلاتر. ملفنا الرئيسي هو main dot dart.
الآن النتيجة يا دوب طلعت، ده نتيجة تنفيذ البرنامج، اللي هو البرنامج عبارة عن زر فيه علامة بلس وعداد بادي من زيرو، ده اللي هو الديمو بتاعنا أو الهالو ويرد حق الفلاتر. فلو البرنامج ده الآن شغال، لو ضغطت على الزر بلس بيزيد الكاونتر بواحد، ده كل ما أدوس بلس بتزيد بواحد، تبقى اتنين، أضغط بلس، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهكذا. كده الآن شفنا كيف نشغل الفلاتر دكتور، نعمل مشروع جديد ونعمل له ران من خلال الفيجوال ستوديو كود.